السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى يا ربي يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. اليوم غادي نشارك معكم بسبوسه بالكريمه بنكهه البرتقال والفاني. خليكم معنا. اللي غنحتاجو فيها جوج طليال البيضات، كاس ديال السميده، نص كاس ديال السكر، نص كاس ديال الزيت، واحد سكر فاني، واحد خميره ديال الحلوه، ودانون مسوس. يلا بسم الله على بركة الله نبداو. درت جوج بيضات هنايا، غادي نزيد عليهم واحد قبيصة ديال الملح، نسيت ما ذكرتهاش في المقادير، غير قبيصة. سكر فاني، نص كاس ديال السكر، نضربوا جميع هذه المكونات حتى يذوب لينا السكر، عاد نزيدوا باقي المكونات الاخرين. دابا غنزيدوا نص كاس ديال الزيت، ونزيدوا الياغورت الطبيعي، غادي نزيدوا السميده شويه بشويه وحنا كنخلطوا. غنزيدو الخمارة ديال 7 غرام، وكنخلطو مزيان هاد المكونات. أنا خلطت جميع المكونات اللي عندي، تحصلت على الخليط بحال هكا القوام ديالو، ودهنت المول اللي غندخلو للفران. لكم الاختيار، يكون مربع ولا دائري، انا اختاريت هذا. دهنتو بالزبده ورشيتو شويه بالسميده، ودابا بعد ما عدلت ليها السطح ديالها غندخلها للفرن حتى طيب، طيب من التحت ومن الفوق، تحمر شي شويه ونخرجوها باش نديرو لاكريم. ودابا يا البنات غادي نوشطو الكريمه اللي غنديروها في وسط ديال البسبوسه، اللي غنحتاجو فيها نص اطرو ديال الحليب، وجوج معالق كبارين ديال المايزينا، وجوج معالق ديال السكر، وجوج ياغورت ديال بنكهه الفاني، وجوج فرماجات. غندير جوج معالق كبارين من المايزينا عامرين، وغندير كذلك جوج معالق ديال السكر. دائما السكر كيكون على حسب الذوق، ولكن جوج معالق كيتجي كافيه. نخلطو العناصر كلها وغنديروها فوق النار حتى تعقد، وعاد غنزيدو الياغورت والفرماج. خليكم معنا. من بعد ما عقد لي الخليط ديال مايزينا والسكر والحليب، عقد لي فوق العافيه مزيان، دابا غندير عليه جوج فرماجات. دابا بعد ما طابت لي الطبقه ديالي الاولى، غنضيف عليها الكريمه ديالي، ونحاول نصيب لها السطح ديالها كامل باش تجي متساويه بحال هذه الطريقه.
بعد ما درنا عليها الكريمه من الفوق غندخلوها للفران واحد 7 ديال الدقائق باش تنشف شي شويه، وغادي نخرجوها باش نضيفوا عليها الطبقه الثالثه والاخيره. ودابا من بعد ما دخلنا البسبوسه ديالنا الطيب تحمر ليها شي شويه ديك الكريمه تشد راسها، وعاد غنزيدوا عليها الطبقه الاخيره اللي غنحتاجوا فيها نفس المقادير ديال الطبقه الاولى. خليكم مع الفيديو. شدت شويه راسها في الفران حيدناها، دابا غنديروا عليها الخليط اللي صايبنا، الخليط ديال البسبوسه بهذه الطريقه باش تجي مستويه. طبقات متجانسين غنديروها في الفران وغنطلقاو. دابا يا البنات بعد ما تحمرت لي البسبوسه ديالي بحال هذا الشكل، دابا غنسقيها بعصير البرتقال اللي درت معاه واحد جوج معالق ديال السكر ودرته فوق العافيه يغلي شي شويه باش نتحصل على السيروم. غنسقيها، عندي السيروم بارد والبسبوسه سخونه، وإلا كان السيروم سخون كتكون البسبوسه بارده باش ما تجيشي معجنه. غنبداو على بركه الله نسقيو، ما حدها سخونه باش تشرب داك العصير. شويه ديال الكوك من الفوق، التزيين دائما كيبقى اختياري، تقدروا تزينوا بها تزينوها باي حاجه بغيتوا، لوز ايفيلي ولا العسل من الفوق ولا الكاوكاو مهرمش، اي حاجه عندكم في الدار ماشي ضروري تزينوها بالكوك. كما كتشوفوا يا البنات ها هو الشكل النهائي ديال البسبوسه ديالنا بلا كريم بالكريمه، كي كتجي من الداخل كتجي رائعه. غتبرد شي شويه، ما تقطعوهاش وهي سخونه، تبرد شويه تشد راسها وعاد نقدموها بالصحه والراحه. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم الفيديو ديال اليوم، وتابوناو عندي في القناه وتخليو لي التعليقات ديالكم الزوينه والاراء ديالكم والاقتراحات ديالكم لتحت في التعليقات، وتفعلوا الجرس باش توصلوا اجدد الفيديوهات. وشكرا لكم بزاف.